السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة خمسة ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الكونكت بلس، اللي هو المنهج التاني بقى، اللي هو بيبقى نازل للمدارس الخاص بس، تمام؟ مش كل المدارس خاص كمان. الكونكت بلس هنعمل فيه النهاردة، هنحل فيه امتحان واحد واتنين بإذن الرحمن مع بعض. فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. عندنا اول حاجة هنا سامبل تيست، يعني نموذج امتحان رقم واحد. هنبدأ مع بعض. اول حاجة ده شكل الامتحان، بيبقى عندك اول حاجة السؤال الاول والتاني بيكون ليسن، تمام؟ انا هقراه وانت هتسمع مني وتحل. السؤال التالت بيكون ريد وكمبليت، يعني هتقرا وتكمل. والسؤال الرابع بيكون قطعة، والاسئلة بتاعتها بتكون اتنين اختيار واتنين مقال. وبعد كده الريدر القصة بيكون عليها اربع اسئلة صح وغلط، سؤالين بتكملهم. بعد كده عندنا الاختيارات، تمام، والترتيب، واخر حاجة بقى بتكتب باراجراف، تمام. فتعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجة الليسن. الليسن مطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ تقرا الليسن ده، تقراه، تبدأ بقى تقرأ الجملة وتقرأ الاختيارات بتاعتها عشان لما تسمع مني دلوقتي تعرف تحل. فتعالوا نقرأ مثلا مع بعض كده. بيقول لي إيمان wants to be a or an doctor, astronaut, pilot, engineer, people without not float all the time, من غير ال stars, the gravity, the sun, the water. احنا من غيره هنبقى طايرين او طفيين كده طول الوقت. إيمان interested in the not and the planets، مهتمة بالإيه وبالكواكب. sports, clothes, stores, foods، طبعا هتبقى سهل الحل دي. not helps us solve some of earth's problem، مين بقى بيساعدنا في حل مشكلات الأرض؟ الموونز ولا السنز ولا البلانتس ولا البلانتس. برضو في لسن تاني هنا بيقولك how many times does the heart beat a day، بيقولك القلب بيدق كم مرة في اليوم. هنا بقى رقم اتنين بيقولك what happens when you exercise regularly، ايه اللي يحصل لما انت تتمرن بانتظام. ركز بقى معي في الليسن الاولاني وحلو مع بعض. طبعا انا هعمل ايه؟ انا هسيب الليسن مفتوح قدامكم خلاص، عشان لو في اي ام عايزة تشوف الليسن وتحل مع ابنها يبقى قدامك الليسن، تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض اول حاجة كده ونقرب الكاميرا. هنا بتقول ايه؟ I am إيمان، أنا إيمان. I want to be an astronaut، أنا إيمان وعايزة أكون astronaut رائدة فضاء. Because I'm interested in the stars and the planets، it's important to study other planets because it helps us solve some of the earth's problem. It looks fun to live without gravity، the people float all the time. هنحل أول حاجة على الليسن الأولاني وبعدين نرجع للليسن الثاني. بيقول ايمان عايزه تبقى ايه؟ طبعا قالت لنا ان هي عايزه تكون استرونوت. طب الناس من غير الايه هيبقوا طافيين طول الوقت، يبقى من غير الجاذبيه هنفضل طايرين. طيب بعد كده ايمان مهتمه بالايه والكواكب، يبقى اكيد طبعا النجوم. طب ايه بقى اللي بيساعدنا ان احنا نحل مشكلات الارض؟ طبعا ما فيش اي كلمه من دول هتنفع غير البلانتس اللي هي الكواكب، تمام. نروح للليسن الثاني عشان نعرف نحل الاسئله اللي بعدها. بيقول هنا ايه؟ your heart beats over 100,000 times a day، بيقول قلبك بيدق 100,000 مرة في اليوم. so it's important to keep your heart healthy، من المهم ان احنا نخلي قلبنا بحالة صحية جيدة. when you walk, run, swim or cycle you make your heart work harder، if you exercise regularly your heart works better and you can get the minerals, nutrients and oxygen you need more easily. بيقول لك بقى ايه؟ ان انت تمشي او تجري او تعوم او كمان تركب العجلة، ده بيخلي قلبك بيشتغل اكتر. بيقول لكن لو انت اتمرنت بانتظام ده هيخلي قلبك يشتغل كويس، وبيقول وكمان هيبقى سهل عليك ان انت تحصل على المعادن والعناصر الغذائية والاكسجين اللي احنا محتاجينه، تمام. طيب هنا بيقول كم عدد المرات اللي بيدق فيها القلب؟ هنقول له اتس، ممكن نقول زي ار، مش اتس عشان دول جمع، ممكن نقول زي ار كذا، ممكن اقول ان قلبي بيدخ كام؟ 100,000 دقة بيدق مش بيدخ. يبقى هنقول له my heart beats
ونكتب بقى 100,000 times a day. تمام. طيب what happens when you exercise regularly؟ ايه اللي يحصل لو اتمرنت بانتظام؟ هنقول we can get minerals, new trends and oxygen easily. تمام. يبقى هنحصل على كل ده بطريقة سهلة. تعالوا بقى نروح للأكمل. عندي كلمة paper و make و papyrus و plant و medicine. papyrus is a strong. papyrus ده ايه؟ قوي. هنقول نبات قوي. يبقى اول واحدة plant ونشطب عليها. people use the papyrus to not things such as baskets and sandals. احنا بنستخدم ورق البردي عشان نصنع اشياء. يبقى to make اهي. بعد كده بيقول ايه بقى؟ the most important thing they made from it was. اهم حاجة كانوا بيعملوها من ورق البرد هو الايه؟ طبعا اهم حاجة كان البيبر اللي هو الورق. بعد كده بيقول the ancient Egyptians made some of the first books in the world using. بيقول بقى ان هم عملوا اول كتب باستخدام الايه؟ طبعا هيبقى papyrus. papyrus. تمام؟ بس تعالوا بقى نقرا القطعة دي ونحل عليها. Hello, my name is مين؟ مستر طه. انا work at the museum. بيقول اسمي مستر طه وانا شغال في ايه؟ في المتحف. I know your class is learning about the natural resources, so I'm here today to talk about resources in ancient Egypt. بيقول ايه؟ بيقول ان هو شغال في المتحف وبيقول انا عارف ان انتوا النهاردة هتتكلموا عن المصادر الطبيعية، وبيقول انا هنا النهاردة عشان اكلمك عن المصادر في مصر القديمة. Did you know that ancient Egypt was very successful because it had good natural resources؟ بيقول له هل تعلم ان المصريين القدماء او مصر القديمة كانت ناجحة جدا جدا لانها كان عندها مصادر طبيعية كويسة. Agriculture was a very important part of the economy of ancient Egypt. بيقول ان الزراعة كانت اهم جزء في اقتصاد مصر القديمة. بعد كده بيقول ايه؟ The Nile, نهر النيل, flooded every year. نهر النيل كان بيفيد كل سنة and made the soil fertile, وبيخلص التربة خصبة. Farmers grew lots of different crops such as cotton and rice. والمزارعين كانوا بيزرعوا محاصيل كتير جدا زي القطن والرز. Do any of you know what flax is؟ قال لهم هل حد فيكم يعرف ايه هو الكتان؟ This tall plant has blue flowers. ده نبات طويل وفيه ورود زرقاء. The plant turns yellow after the flowers die. وبعد كده النبات ده بيتحول لونه اصفر لما الورود دي بتموت. Flax was important in ancient Egypt. والكتان ده كان مهم جدا في مصر القديمة. People used it. الناس كانت بتستخدمه to make linen for clothes. كانوا بيعملوا منه بقى الكتان as well as for strong rope. وكمان كانوا بيعملوا منه الرداء القوي. تمام. طيب اول حاجة هنا بيقول the main idea of the text is the اهم او العنوان الرئيسي في القطعة دي كان ايه؟ الميوزيوم ولا natural resources ولا in ancient Egypt ولا learning at the class ولا agriculture. طبعا كانت بتتكلم على natural resources in ancient Egypt. The underlined pronoun it refers to the. ادي راجع على ايه؟ لما قلنا الناس كانت بتستخدمه في صناعة اللينن، يبقى كانت راجعة على الflax. تمام. طيب what is flax؟ ايه هو بقى الكتان ده؟ بص كده معايا. هنقول له this tall plant has blue yellow flowers. عايز تكمل بقى وتقول بيصنعوا منه مش عارفة ايه؟ صح، مفيش مشكلة. يبقى دي هنكتب عندها number 3. بعد كده how do you know that ancient Egyptians were successful؟ mention two reasons. ازاي عرفنا ان المصريين القدماء كانوا ناجحين جدا؟ اديني سببين. اول حاجة هنقول له ان هم كانوا عندهم، هنقول because it had natural resources، كان عندهم مصادر طبيعية. او ان انا هختصر بقى تعالى نكتبها، تعالى نكتبها احسن. هنقول because there was agriculture and the Nile. يعني كان في
الزراعه وكان في النيل، دول اهم حاجتين اللي كانوا مخليين مصر القديمه كانت ناجحه جدا. بعد كده عند الريدر القصه اللي هي بتاع جباري، تمام، لو عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم تلخيص عنها، هشرحها لكم بالعربي واهم الحاجات اللي فيها لو عايزينها. طيب نمبر 1 بيقول ايه، زاكيشا تري جيفز جازلز فود اند واتر، بيقول ان شجر الاكاسيا ده بيدي الغزلان او الغزلات الاكل والميه. طبعا كانت ترو، صحيح موجوده في القصه. جوباري واز ثيرستي، جوباري كان عطشان، صح كده ترو برضو. طيب بيبول ميد ليك ناصر بيكوز ذي نيدد فود، الناس عملت بحيره ناصر ان هم كانوا محتاجين الطعام، لا غلط، ده كانوا محتاجين الواتر. طيب ذا كروكودايل واز فيري دينجرس، التمساح كان خطير، طبعا ترو. هنا بقى بيقول لك ايه، نقط ايت اكيشا تري سيتس اند تيك ذيم تو نيو بليسز. طبعا مين يا اولاد هنا اللي كان بياكل السيتس وبيعمل منهم نباتات تانية؟ طبعا كلامنا كله كان على الجزور اهي، تمام. طيب سوبيرا told جوباري how to stay away from، مامته قالت له لازم تخليك بعيد عن البيدترز اللي هم المفترسين، البريدترز اللي هم كل الحيوانات الايه المفترسة. طيب تعال نشوف بقى الاختيارات هنا بيقول ايه. نمبر 1 she not pleased if you came early، بيقول هي كانت هتكون فرحانة لو انت كنت جيت متأخر، يبقى she would be ولا will be ولا would have been ولا was، هتبقى طبعا would be. if he not his homework his teacher wouldn't be nervous، طبعا انت عندك قاعدة اف، الحالة اف معاها الماضي البسيط، الناحية التانية بتبقى would be والمصدر او wouldn't be، تمام، would be قصدي او wouldn't be. طيب انا عندي هنا if he، لو هو كان عمل الواجب يبقى ماضي، يبقى هختار did، تمام. حسن said that he not going to the beach، بيقول حسن قال ان هو بيحب الذهاب الى الشط، هو قال وخلص، فهتبقى برضو جملة في الماضي فهتبقى liked. طيب هنا بقى did she not to the park 4 days ago، خلي بالك ان ده سؤال فعلى طول بتختار الفعل في المصدر في زمن الماضي البسيط. طيب تعالوا بقى نعمل الترتيب، بيقولي favorite flamingo my bird the was، هنقول طبعا my favorite، جملة سهلة جدا جدا ان انت تكتبها، my favorite bird was the flamingo، ونحط ايه نقطة في الاخر. بعد كده you traveled have ever to Luxor، هتبقى have you ever traveled to Luxor، تمام. طيب بعد كده بقى هتكتب باراجراف من 50 كلمة عن resources in ancient Egypt، طبعا نفس هتاخد جمل من القطع اللي احنا قريناها ورا، تمام. طيب تعالوا بقى نحل sample test 2 الامتحان التاني، برضو عندي هنا listen هنجيبه من ورا بقى على طول، خلاص احنا مش هنقراه عشان منضيعش وقت. اهو عندي هنا بيقول ايه، water is a liquid when you freeze it it turns to ice، ice is a solid when you melt it it turns to a liquid when you boil water it turns to a liquid to a gas it turns from a liquid to a gas. طبعا هنا بيقول لي على تحولات الميه وكده، اول حاجه كده الميه بتكون ايه، طبعا liquid هي سائل، when you not water it turns to ice، لما بعمل ايه الميه بحولها لتلج، يبقى اكيد لما freeze لما بتلجها. ice is a التلج هنا ايه solid صلب. طيب when you not ice it turns to a liquid، لما بعمل ايه للتلج بيتحول لسائل، يبقى اكيد melt، تمام. طيب بعد كده الليسن الثاني بيقول هنا what does a natural resource mean، معنى كلمة natural resource what energy does the sun give us، وايه الطاقة اللي الشمس بتديها لنا. هنجيب الليسن من ورا ونشوف مع بعض، بيقول هنا ايه، natural resources are things you can use from nature look like wood and soil، بيقول لك هنا ان المصادر الطبيعية هي الحاجات اللي احنا بنجيبها من او بنستخدمها الطبيعة زي الخشب وزي اللي هو التربة الزراعية.
we use them to make the things we بيقول احنا بنستخدمها عشان نعمل الحاجات اللي احنا ايه we need اللي احنا محتاجينها. For example كمثال we use wood to make tables بنستخدم الخشب عشان نعمل ترابيزات والstone to build houses والحجارة عشان نبني المنازل. The sun is a natural resource because it gives us solar energy to make electricity والشمس بقى مصدر طبيعي لأنها بتدينا الطاقة الشمسية اللي بنحولها أو بنطلع منها الكهرباء. تمام طيب يبقى هنا بيقول ايه what does a natural resource mean هتقوله طبعا ايه الحاجات اللي احنا استخدمناها هتقوله they are things we can use from nature يبقى هنكتبها له اهم they طبعا هيبقى سهل عليك انت لان انت هتسمع وهتكتب على طول they are things that we can use from nature الحاجات اللي بنجيبها من الطبيعة تمام وبنحط نقطة what energy does the the sun gives us هنقول it gives us solar energy بتدينا الطاقة الايه الشمسية. تعالوا بقى نحل مع بعض هنا عند كلمة shovel dinosaur digging mountains going بيقول what are you not tomorrow children هتعملوا ايه بكرة يا اطفال يبقى what are you going tomorrow او where مش what where يبقى هتروحوا فين يبقى اول واحدة دي نانسي ان اي ار جوينج تو انتو ذا ماونتينز وذ داد بتقول نانسي وانا رايحين مع بابا الجبل. طيب وين اي واز باي بيبل تولد مي ذات ذير وير دينوسور بونز ان ذا ماونتينز بيقول لما كنت ولد صغير الناس قالوا لي ان كان في عظم ديناصور في الايه في الجبال قال له do you mean real not bones قال له طيب هل تعني ان هو كان ديناصور حقيقي يبقى دي نمبر 2 ديناصور بونز قال له I think so my friend was not a whole there and he found some bones قال له ايوه ده صاحبي كان بيعمل ايه للحفرة يبقى اكيد digging كان بيحفر الايه الحفرة ولقى ايه بعض العظام قال واو داليا let's take a note when we go to the mountain قالت لها خلينا ناخد ايه معانا واحنا رايحين الجبل يبقى الشافل ولا الماونتينز طبعا هيبقى الشافل دي نمبر 4 انا كتبت على دي 4 لا دي 3 خلاص. طيب تعالوا نقرا القطعه شريف wanted to be an engineer when he was 10 years old بيقول شريف كان عايز يكون مهندس لما كان عنده 10 سنين يعني دي كانت امنيته. طيب he always watched TV programs about robots and he loved making things بيقول ان هو كان بيشاهد برامج تلفزيونية عن الانسان الالي وكان بيحب يصنع الاشياء. بعد كده بيقول ايه بقى when he was 13 لما كان عنده 13 سنة he started helping a robot design company online بدأ ان هو يساعد في تصميم انسان آلي في شركة بقى على الانترنت. He did his school work in the day and in the evening he worked on his robot projects. في ايام المدرسة كان بيعمل واجب المدرسة في الصبح وبالليل كان بيشتغل على مشروع الانسان الآلي بتاعه. This experience helped him to start his own company. التجربة دي خلته ان هو يبدأ شركته الخاصة. He said that the science and math lessons at school helped him to learn how to solve problems. بيقول كمان ان العلوم والرياضة دروس العلوم والرياضة اللي خدهم في المدرسة ساعدوه ان هو يتعلم ازاي يحل المشكلات. He also found English very useful. لقى برضو ان الانجليزي مهم جدا. هي جت يعني على الانجليزي. He is now learning Japanese so he can talk to people in Japan. دلوقتي هو بقى بيتعلم اللغة اليابانية عشان يتكلم مع الناس في اليابان. طيب شريف is a not person successful ولا lazy ولا slow ولا unkind هيبقى successful. Japanese is the language in طبعا Japan. طيب how do we know that شريف is interested in engineering when he was 10 عرفنا ازاي ان شريف مهتم بالهندسة وهو عنده 10 سنين. تعالوا نشوف كده مع بعض هنقول هو كان بيعمل ايه هنشد بقى خط من هنا he was watching تمام لحد هنا ودي هنكتب عندها نمبر 3 كان بيشاهد برامج تلفزيونية وكان ايه بيحب يعمل الحاجات يبقى دي رقم 3. طب رقم 4 what experience helped شريف to start his own company ايه هي الخبرة
تمام، او التجربة اللي فادته في ان هو يعمل الشركة بتاعته. هو هنا كان بيتكلم عن ايه، ان هو بدأ يساعد في شركة ايه للكمباني، تمام. بعد كده قالك ان الخبرة دي ادته ايه، ساعدته. يبقى هنقول هي started، او عايز بقى تبدأ من هنا مفيش مشكلة لحد هنا، ودي نمبر 4 تمام، مش هتغير فيها اي حاجة. تعالوا بقى للريدر بتاعتنا. بيقول جوباري سوى نوبيان ايبكس اون ذا ماونتين. جوباري شاف النوبيان ايبكس على الجبال. طبعا طبعا صح تمام، لان هو اصلا الايبكس النوبيان ايبكس بيعيش في الماونتين. نمبر 2، a hoof is a hard foot of an animal. الهوف اللي هو الحافر بتاع الحيوان بيبقى الجزء الصلب في قدمه، وطبعا ده هتبقى true. طيب بعد كده the mangroves were too sandy. اشجار المانجروف كانت رملية، لا كانت دي غلط اهي، كانت سولتي، كانت مالحة. the beach was too salty. الشط بقى كان مالح، لا ده كان sandy، كان مليان ايه رملة. طيب the desert is perfect for gazelles too. احنا قلنا الصحراء حلو قوي في الغزلان عشان تجري، لانهم عندهم هوفز. طيب the beach was too، الشط بقى كان ايه، كان sandy، كان ايه مليان رمل. طيب تعالوا بقى نشوف الاختيارات هنا. بيقول the cat has jumped very high not it. طبعا هنا سؤال مزيل، عندي هنا has، طبعا هتروح واخدها في النفي على طول فهتبقى hasn't. yesterday I was ill not I didn't go to work. بيقول انا كنت تعبان عشان كده ما روحتش الشغل، يبقى so دي نتيجة. جميلة likes swimming not she doesn't like running. عندي هنا like وهنا doesn't like، تبقى بط على طول. if we used more renewable energy it not be better for our planet، هتبقى would be، معلش قلتها وانا بحلها. طيب هنا بقى we use to carry we baskets things، تبقى we use احنا بنستخدم baskets to carry things، تمام. بعد كده عندي has و dinner و her و نوها و mate و food و family، هتبقى نوها مالها بقى has made the dinner for her dinner على طول dinner او her صح dinner for her family، تمام كده. بس اخر حاجة بقى الـ extreme weather events، عندك ده طبعا اكيد اخدتوه، ولو عايزين ان احنا نكتبه اكتبوا لي في الكومنتات، تمام. كده بقى حلينا الامتحان الاول والتاني، ان شاء الله الثالث والرابع، وباقي الامتحانات هنحلها مع بعض باذن الرحمن. بس عشان طلبتوا مني الكونكت بلس امبارح فقلت هننزل بقى امتحانين ليه النهارده. لو عايزين بقى القصة اكتبوا لي في الكومنتات وانا هلخصها على السريع يعني، وهقول لكم الحاجات المفيدة اللي فيها، تمام، اللي تتذاكر يعني. بس خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.